اكبر سوق موجود في القاهره هو سوق السيده عيشه للحيوانات الاليفه وطيور الزينه بمختلف انواعها. تعال ناخد جوله كده في السوق ونشوف ممكن نشتري ايه. السوق دوت في القاهره وتحديدا في السيده عيشه، وطبعا اللي ما نزلش السوق ده قبل كده عايز اقول له ان السوق ده فيه كل انواع الحيوانات الاليفه والطيور اللي ممكن تتخيل او ما تتخيلش ان هي بتتباع في السوق دوت، زي اسماك الزينه بمختلف انواعها واشكالها، السحالف زي ما انت شايف، في مصري، في سلوكاتا، في يوناني، طبعا كل حاجه بحجمها وكل حجم ليه سعر. هتلاقي سحالف كتير جدا في السوق باحجام كتير جدا ومتنوعه. كنت بفكر اشتري حاجه، طبعا احنا اشترينا حاجات كتير من السوق دوت هقول لك عليها في اخر الفيديو. دي كانت شويه جوارح متحنطين، حدايات على بوم. سالت الراجل ده حقيقي؟ قال لي اه ده حقيقي متحنط، برضو كان شكله جميل جدا. الفران الهامستر موجودة، البوم موجود، الحرباية موجودة، السقور، النسور، الحداية، كل حاجة بقول لك تتخيلها هتلاقيها موجودة. شفت نسانيس، شفت فراخ، شفت بط، شفت حمام بمختلف انواعه، والحمام ده برضو قصة كبيرة، تعابين، البغبغوات وعصافير الزينة بمختلف انواعها بقى، الكوكتيل، الروز، الفيشر، الزبرة، اليمام الماسي، البادجي. السوق كان النهاردة زحمة جدا جدا جدا، معرفتش اصور كل حاجة. بفكر فعلا ان انا انزل اصور تقرير تاني. لو حابين تعرفوا اسعار حاجة معينة قول لي في تعليق وانا هقولك، او ننزل نصورها لكم. لو عايز تشوف حاجة معينة قول لي ننزل نصورها. اشتريت حاجات كتير جدا النهاردة في السوق هقول لك عليها برضو في تقرير علشان تقدر تعمله، او ممكن نعمل جزء تاني بالمشتريات اللي احنا اشتريناها عشان تقدر تشوف احنا جبنا ايه. جبت مستلزمات كتير جدا، هتلاقي في مستلزمات لحاجات كتير. السلحفاة دي كانت من اكبر الحاجات اللي موجودة في السوق، كان سعرها تقريبا حوالي 4000 جنيه. زي ما بقول لك استمتعت جدا بالجولة في السوق ده. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بصورة مفيدة، يا ريت ما تبخلش عليا اللايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكم بإذن الله.